الناقد الرياضي رامي أبو الوليد من خلال السكايب. كلام أكيد على مباراة اليوم يا رامي، مهم جدا، ماتشات كانت جميلة، تفوق تشيك، تفوق بلجيكا، يعني رؤيتك للمباراة دي ورؤيتك أيضا لمباراة الغد إن شاء الله. اول حاجه مساء الخير يا كابتن فاروق، منور دايما الشاشه زي ما كنت منور الملاعب. ربنا يخليك يا رامي، ربنا يخليك. طبعا نقدر نتكلم، لو قلنا ان دور المجموعات ما شهدش مفاجآت، فالنهارده يعتبر من اول يوم في دور او من تاني يوم في دور ال 16 بنشهد مفاجآت، وهي المفاجأة الاولى خروج منتخب زي هولندا اللي حصد العلامه الكامله بتسع نقط في دور المجموعات، وبيتكرر معاه سيناريو 2008 اللي كان في مجموعة الموت مع فرنسا وإيطاليا، صعد منها أول بتسع نقاط ومع ذلك خسر من منتخب زي منتخب روسيا وقتها اللي خرج بعد كده في الدور التالي. النهارده بيحصل نفس الكلام، لكن المفاجأة الأكتر مش خسارة هولندا فقط، يعني نقدر نقول الأسباب إن طرد دي ليخت أثر بشكل كبير صحيح، وبالتالي منتخب سجل هدفين بعد الطرد، لكن الغريب إن منتخب هولندا ما شاطش شوطه ما بين القائمين والعارضه طوال المباراه، وده حدث بيحصل لاول مره من سنه 1980 سواء في بطوله كاس العالم او بطوله اليورو مع منتخب هولندا تحديدا. فدي مفاجاه كبيره جدا ان الاداء اللي قدمه منتخب هولندا في دور المجموعات ما قدرش يكرره بس في رامي خليني اقول لك ان البعض بيرى ان ده متوقع من المنتخب الاولمبي في ظل المنتخب الحالي والمجموعه الحاليه. ده حقيقي، ده حقيقي، وده رأيي تماما ان منتخب هولندا كان محظوظ زي منتخبات كتير، مش بس منتخب هولندا، زي منتخب ايطاليا نفسه، يعني منتخب ايطاليا اللي الكل بيشيد بيه حظه ان لحد دلوقتي ما قابلش فريق من العيار التقيل، كل المجموعه بتاعته سهله، قابل فرق زي سويسرا، ويلز، تركيا، وفي نفس الوقت لما لعب ماتش قصاد النمسا في دور ال 16 ما كانش برضه بنفس القوه واضطر انه يروح اشواط اضافيه. نفس الكلام منتخب هولندا، العناصر الحاليه لا يعني لا تتوقع منها اي شيء، وكمان معاهم مدرب بسيره ذاتيه ضعيفه زي ديبور. الفريق كان مع كومان مختلف تماما، كومان قبل ما يروح برشلونه كان الفريق بيقدم نتائج هائله جدا زي ما حصل في دوري الامم الاوروبيه ووصل للنهائي، لكن ده ما قدرش يتكرر، والنتائج زي ما نقول زي ما حضرتك قلت برضو وتفضلت ان النتائج يعتبر خادعه، لان منتخب هولندا لا يملك جيل مدجج بالنجوم الا دي يونج، دي ليخت، دي باي، هم دول بالظبط اللي يعتبر نجوم، لكن باقي العناصر كلها يا اما عناصر شابه يا اما عناصر بتنشط في الدوري الهولندي. لو جينا نتكلم على المباراه الثانيه، نسيت فينالدوم برضه يا رامي، فينالدوم برضو عنصر نسيته. من عناصر الخبره اكيد، يعني يعتبر بس في الاخر ثلاث او اربع نجوم مش كفايه مش المنتخب كفاية، الكبير زي صحيح هولندا. طبعا صحيح. المباراة التالية اللي هي كانت مباراة بلجيكا والبرتغال، المفاجأة الكبيرة مش خروج البرتغال من دور 16 أو خروج حامل اللقب، لأن ده حصل قبل كده في 2016 بالفعل، إن حامل اللقب أسبانيا خرجت في دور 16 بشكل مبكر يعني. لكن المفاجأة إن الأداء منتخب بلجيكا كان مفاجئ جدا للكل، الكل كان متوقع إن بلجيكا هتنزل هي المسيطرة هي المهيمنة بحكم العناصر الافضل اللي موجوده زي ايدن هازارد، كيفن دي بروين، لوكاكو، لعيبه كتير افضل مقارنه بعناصر منتخب البرتغال، لكن شفنا منتخب البرتغال بعد حوالي 10 دقائق بيسيطر على المباراه كليا، اللهم الا بعض يعني تسديده من مونييه وتسديده من ثورجن هازارد اللي سجل منها الهدف. بعد كده احنا ما شفناش منتخب بلجيكا في الشوط الثاني الا من تسديده للوكاكو طائشه زي ما بنقول، بس منتخب البرتغال واجهه سوء حظ بالغ. وبرضو يعني مش عشان خساره مباراه نحكم على مدرب، انا لاني شفت ردود الافعال على السوشيال ميديا بتلوم فرناندو سانتوس مدرب البرتغال، لكن حقيقي اول مباراه من فتره طويله بيقودها سانتوس من ناحيه خططيه بشكل بارع. البدايه كانت ان هو شاف ثغره سيميدو في الثلاث مباريات في دور المجموعات واللي كانت باينه جدا في مباراه المانيا، لان روبين جوسنز ظهير ايسر المانيا كان عامل عليه ماتش هايل جدا وخرج رجل المباراه. المباراه التاليه قدام فرنسا كيليان امبابي عمل ادى نفس الدور وسيميدو كان ثغره في دفاع البرتغال، لكن النهارده سانتوس من قبل المباراه ما تبتدي سحب سيميدو حطه على دكه البدلاء ودفع بدالوت اللي قدر ان هو يصمد تماما قدام ثورجن هازارد وايدن هازارد في الجبهه الشمال. بس نقدر نقول ان برضو هجوم البرتغال ما كانش بالقوه رغم امتلاكهم لافضل لاعب في العالم او افضل لاعب في تاريخ البطوله كريستيانو رونالدو،
لكن كريستيانو ما ظهرش بمستوى كويس، ما يعتبر ما وصلش للمرمى غير بتسديده واحده من ركله حره. نفس كلام جوتا، جوتا علامه استفهام كبيره، يعني اللي تابع جوتا مع ليفربول في موسمه الاول مع ليفربول هيشوف انه كان على الاقل فنيا افضل حتى من ساديو ماني ومحمد صلاح في خط الهجوم، لكن جوتا من اول مباراه في البطوله نقطه ضعف غريبه ونقطه ضعف عجيبه لمنتخب البرتغال. ولو في لوم هيتوجه لسانتوس هو عدم سحب جوتا في اي مباراه ودايما الدفع بيه بشكل اساسي، وهو كان بيعيبه مش بس ان هو مستواه بعيد في البطوله دي، انه كان بيعيبه دايما الانانيه، وان انت عارف كريستيانو رونالدو بيحب المهاجم اللي بيلعب جنبه يكون بيخدم عليه شويه، فده ما كانش بيحصل في المباريات اللي فاتت، وظهر النهارده في تحركات كتير لرونالدو كان بيستنى من تمريره من جوتا، ولكن ده ما كانش بيحصل، واعتقد ان دي من سلبيات هجوم منتخب البرتغال. لكن اجمالا منتخب البرتغال كان الاحق بالوصول، لكن زي ما احنا عارفين طبعا ان كرة القدم مش دايما عادلة في جميع الاوقات. طيب احنا كده التشيك هتلاعب الدنمارك يا رامي، وبلجيكا المفروض هتلاعب ايطاليا، مظبوط؟ مظبوط. يعني ماتشات هتبقى مولعة الماتشين دول صراحة، برضو في دور ربع هو النهائي. يعتبر طريق الدنمارك يعني بعد سوء الحظ اللي واجههم في اول مباراتين ما قدروش يكسبوا، لكن انقذوا نفسهم بفوز في اخر جوله وتاهلوا وقدموا ماتش كبير جدا قدام ويلز وقدروا يصعدوا لدور الثمانيه، زي ما نقول كده يعني زي هديه لإريكسن اللي حصلت له حاسه في اول جوله، فيعتبر كان القدر بيهدي منتخب الدنمارك وإريكسن هديه كبيره انه يوصل وطريقه يبقى قدام منتخب زي منتخب التشيك مش منتخب هولندا كمان، يعني وارد جدا ان احنا نلاقي الدنمارك مفاجاه البطوله ان هي توصل للمربع الذهبي. ايطاليا طبعا هتصطدم بمنتخب بلجيكا رغم النهارده ظهوره بشكل ضعيف شويه قدام البرتغال، لكن نقدر نقول ان ده اول اختبار حقيقي لمنتخب ايطاليا في البطوله، وهنا اللي هيحدد هل النتائج اللي حققها منتخب ايطاليا الانتصارات الاربعه اللي اتحققت هل هي هتكون على سبيل الحظ او ضرب من الحظ، ولا هتكون فعلا الفريق ده مانشيني قدر يكون فريق جماعي ومنظومه دفاعيه ومنظومه هجوميه كاملة ومتكاملة. مع أول اختبار هنشوف منتخب إيطاليا هل هيقدر يتجاوز قوة منتخب بلجيكا، ولا هيبقى زي منتخب هولندا بيكرر نفس الفكرة إن إحنا حكمنا عليه في نتائج أو بنتائج قصاد فرق سهلة، وهنشوف يعني دور الثمانية هو الحاكم.